السلام عليكم. في سلسلة التعريف عن عمالقة الصناعات الغذائية في الجزائر، وبعد ما تكلمنا على العملاق نتاع مركب الصمام، ثم تكلمنا على المركب تاع الحضنة اللي مختصين في الصناعات الغذائية، اليوم جاء الدور للعملاق الآخر اللي هو مجمع صناعة العصائر والمياه المنكهة في اللو اللي زو مينيرال باف اروماتيزي. إذن عملاق آخر وهو جولدن درينك، مجمع جولدن درينك اللي نعرفوه بمنتوجه طازج، اللي يعد واحد من أفضل العصائر في العالم بشهادة كثير من المتعاملين في هذا الميدان. نخليكم تتابعوا هذا الفيديو الرائع عن هذا المستثمر، ويتكلم عن المشاريع دياله وكذلك على المنتوج تاعو والرواج اللي لقاه في عدة دول من العالم. نخليكم في هذا مع الفيديو. السلام عليكم. هي أكبر شحنة من منتوج عصائر الفواكه يصدر عبر حاويات إلى ليبيا والعراق، تدفع بها شركة جولدن درينك للعصائر علامة طازج، تدفع بها إلى الخارج انطلاقا من وحدتها الإنتاجية الكائنة بمنطقة النشاطات الصناعية بأقبو في ولاية بجاية. اليوم رانا استأنفنا عملية التصدير إلى خارج الوطن بشحن 10 حاويات إلى دولة ليبيا الشقيقة و14 حاوية إلى العراق، في يعني تتم للعقود الموقعة ل 650 حاوية. راح نشحن 600 طن من مختلف أحجام عصائر الفواكه. رفعنا التحدي واستطعنا بلي نستأنف عملية تصدير بهذه الكمية، والأسبوع القادم إن شاء الله راح نشحن 20 حاوية إلى تونس، ونستأنف إلى موريتانيا، الكابون، إلى مختلف أنحاء العالم. راس سليم، رئيس المدير العام لمجموعة طازج شركة جولدن درينك الجزائر. كما راكم تشوفوا اليوم رانا مشاركين في معرض جزائر. هنا في الجزائر تحصلنا على منتوج السنة بالنسبة لأكوافين، وتحصلنا على معهد الدولي للذوق في بروكسل، تحصلنا على 3 نجوم، أعلى جائزة من 150 شيف غران شيف من 25 دولة. فيما يخص مشروع ثاني، والحين رانا استثمرنا في أكبر مستثمرة فلاحية في الجزائر موجهة للصناعات التحويلية في ولاية، يعني في بين ولاية مجيلة وولاية توعد المستهلك الجزائري أنه خلال السنوات القادمة يكون عصائر 100% طبيعية من فواكه جزائرية 100%. والسر نجاح طازج وأكبر، هو أولا التوفيق من المولى عز وجل، هو هذه يعني القاعدة، وثانيا إصرار والنوعية والجهد الكبير، لأن يعني توتلي كيب، يعني كاع المجموعة نكونوا في جهد عظيم باش نوفر للمستهلك الجزائري منتوج ذات نوعية وبسعر مقبول. شكون المنتوج المفضل عندك أنت كمستهلك؟ أنا الذوق ذوق المنتوج اللي نحب، أنا نحب أقوى فين رمان كرونات. نعم، شكرا، بارك الله.